طقس جميل جو عليل فصل الربيع يا صاحبي جاء مطر خفيف ماء وفيع ما قد أتى فصل الشتاء ثلج جليل برد شديد وندى تلألأ بالصفا صنع البديع فله الثناء شمس مشرقة ذهبية وسماء زرقاء نقية أرض فوق ثراها نحيا فاعلم يا لجمال الدنيا وسحاب يسبح بسماء برق رعد في الأجواء صيف ذهب خريف جاء يستقبل فصل الشتاء ضغط جوي وحرارة ورطوبة جو ورياح كي تفهم كي لا تحتار هذه عناصر المناخ لماذا نحتاج لمحطة الأرصاد الجوية؟ هي العكس إنها عالية تبهر فعلا يا طقوس لقد أبدعت أحسنت شكرا بالمناسبة لدي خبر سار المعلمة نوها سوف تعود هذا خبر رائع خبر مفرح المعلمة نوها ستعود ربما بعد يومين أخبرني عندما تعود بالتأكيد سأعلمك ويجب أن نخبر الآخرين أيضا بهذا على كل لقد تأخرت أمسك ودعا سلامة أمسكتها شاهد أحمل أخبارا جيدة ماذا؟ ما بك؟ لماذا أنت سعيد هكذا اليوم يا طقوس؟ المعلمة نهى سوف تعود حقا؟ رائع وقالت إنها ستقيم محطة أرصاد جوية في غابتنا محطة أرصاد؟ أنا لا أعرف ما هي وأنا أيضا لكن إذا أقامت المعلمة نهى المحطة فإن هذا سيكون حدثا هاما ومميزا سنقيم لها حفلة استقبال أليست هذه فكرة رائعة؟ فكرة جيدة وأين سنقيمها يا طقوس؟ سوف نقيمها هنا اتفقنا شاد رائع جدا المعلمة نهى ستعود سوف نمرح كثيرا في الغابة محطة أرصاد كم أنا متشوق لهذا معلمة نهى هل عدتي؟ معلمة نهى أين أنت يا ترى؟ ما هذا؟ أنا أحلم؟ هذا جميل من الذي هناك؟ هل هي محطة الأرصاد الجوية؟ إنها جميلة إنها فعلا جميلة ماذا يحدث؟ ما الأمر؟ أنا أحلم لا أصدق الحلم تحول إلى واقع ما هذا؟ إنه فيضان لا أصدق القرد شاتشات بعام أخبرني ما الذي يحدث في الغابة سأخبرك إنها قصة طويلة لقد كانت تمطر طوال الليل عرفنا ذلك هذا الصباح وأين هم الآخرون
أنا لا أعرف. نذهب ونبحث عنهم. هيا. لا أصدق هذا. لقد دمر الفيضان الغابة. ساعدوني انقذوني. السنجاب سنبل في خطر. لما أسكي سوف أساعدك. ساعدني هدفا. توقف الحذر يا طفقوس. ساعدني. ساعدوني ساعدوني. أعطني يدك. لا احمل سنبل إنها دوامة. ماذا أفعل ماذا أفعل؟ ساعدوني. لدي فكرة. الحمد لله لقد نجوت. ابقي على جذع الشجرة ولا تتحركي. حاضر. ققوس تعالي لهنا واحدا. حسنا. هيا بسرعة تسلق تسلق. أسرع. ققوس ققوس. النجدة انقذوني انقذوني. النجدة أين أنا؟ مرحبا يا أحبتي. جئت للإطمئنان عليكم. حمدا لله على السلامة. كانت لحظة مخيفة جدا والمعلمة نهى قدمت وقامت بمساعدتنا. شكرا لك. منظر الفيضان كان رهيبا. أخيرا حصلت على حمام مجاني. كانت عاصفة غير عادية. لو استشعرنا بها مسبقا لكنا مستعدين لها وتجنبنا الأسوأ. لذا سأقوم بإنشاء محطة أرصاد جوية. وهل يمكن لهذه المحطة التنبؤ بحالة الطقس؟ لا 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 لا.